أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توفير الرعاية المتكاملة لهم وتحقيق مطالبهم في المجالات كافة وتوفير أوجه الرعاية لهم. وأضاف المحافظ خلال حفل إفطار جماعي أن ذوي الهمم هم الذين يحققون البطولات المختلفة، معربا عن سعادته بوجوده معهم ومتمنيا لهم المزيد من البطولات والمناسبات السعيدة. أنا بشكركم كلكم وسعيد بوجودي معاكم، وإن شاء الله إن شاء الله نتجمع دايما كلنا على خير. وأنا بقول إن إحنا كل اللي موجودين معايا ذوي الهمم والقدرات الخاصة هم اللي بيعملوا الكيانات الرئيسية.